جاي معاك تضرب شاي
سمحتي انت الموظفه الجديده؟ ايوه. اي خدمه؟ انا عامل بصمانه الساعه 10، لو في اي خدمه تحت امرك. اهلا وسهلا، ممكن تجيب لي مويه؟ اه حاضر. سمحتي اسمك شنو؟ اسمي مريم. مريم كون. مريم عاشت الاسعار. اسمك عارف من اضحى القديسه. الله يبارك يا بنتي. لا 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 بنتي عامله كيف؟ عامله كيف؟ الحمد لله. كيف الصحه؟ كويس؟ الحمد لله كويس. زي الاولاد كويسين؟ كويسين. بدي فتره وايد كتير. انا اخيرا حسب الله الايام اللي فاتت كم طبعا نسينا اصل بلاني برد الروح صحيح توصل كيف مع تلافه توصل عيانا انا مش غني عليها جدا عيانا ليه سلاميت عندي شنو؟ لا عارفين عندك طب ترى دكتور ما يقدر ليه؟ بس الدكاتره الالمان دي ما بيعالجوا بيطبحوا رايحين جدا هناك وغير كده الدنيا كشهر انا ما عندي فرشة تسل عشان ودي المستشفى في حي المجان وطلبت خلفية طلبت خلفية وست رجالة ما بستحق انا ما عارف اعمل شنو وخايف يتوهم مني لكن ربنا موجود اكيد اكيد ما حيفهم فعلا انا بحسب الله ربنا موجود وما حيفهم كنت تذكرك حتى لانه انا عندي حل مشكلتك حل مشكلتي؟ يا ريتا على ما توصل ريتا كل يوم شي معك يخدم اي انسان تحتاج اي مساعدة المشكلة قروش بعدين ما بيعطوني شيء كثير، وبعدين عم حسب الله، وإذا احتجت لأي حاجة أنا زي بتقدر. الله يبارك يا حبيبتي، الله يبارك يا حبيبتي. الله معك. احكي لي عن حسب الله. صحيح يا أنا. هل الجريمة عمر مشتوكة في العلاج؟ أيوة، أنت أول مرة تسمعي؟ في عاش مرتين بس مش كده؟ لا، أي إنسان مهما كان محتاج للعلاج أو أي مساعدة ما بتأخر عنه أبدا. هي البعض. خصوصا وما ورد مش الكنيسة. كل مرة ما عارف يعمل في أي حاجة يقول لي شنو؟ أمشي يا مدحت أعمل لي الميزانية زي كل مرة وليت أعمل لي فيها أبو عرام أنا أبو عرام يا أبو صدع راجل ما بيفهم لا يا مدحت لا يا مدحت أنت الطيبة ما بتعرفي الأشكال زي دي تلاقي وعدك تلاقي فيك ما عارف يفتهجاني هذا ليش
معلش ليش انت زعلان كده يا سميت حسن؟ خلاص الواحد نادر لما الجدام دول بيفهم. ارمين خلاص المراجعة اللي اديتها ليكي؟ ايوه اتفضل. معقولة بالسرعة دي؟ يبدو اني حصلت في التمرين بسرعة. مريم لو سمحت يا مدير عن اذنك. والله يا مدير ده شغالين. انت تاني اول ما تشوف الجديد انت تاني بس ما تكون داير جروش داير جروش بعدين بالمناسبة انا جروش الجديدة ولا تنفع معي تعرف ليه؟ لان دي ما تكنستي وانا نسادي كلمات دي قالوا ما كويسة بعدين بالمناسبة انا تعرف في منظور مريد متوقف في درديش وكده ماشي طوال وعلي انا ماشي انا داير اقول لك يا سيد هي اللي سهر الليلة الناس يهاف الناس منو؟ إيهاب يا أبو إيهاب ويا الدورة دي قال إيهاب بدون إيهاب طيب اليوم صاحبه بتاع المرة اللي فاتت ما يجينا المتلفين صاحبه التمثال ما يجينا؟ ما يجينا المرة اللي فاتت يا أبوي ما كان كويس وكان في ملكوت براو لا ده حرب روحي يا عادي حرب روحك كيف إنه يا أخوي؟ تبي تمثل يا عادي هاي في نفس السيارة السيارة كمان بتمثل بها يا الله بتمثل في نفس السيارة ودي كيف إنها كمان؟ عادية شوف النفس هاي يا عادي بكرة الإجازة أيوة بكرة الإجازة الله ربي على الإجازة أه. كان كده أعمل حساب أجيب لك حاجة زوم السهرة عادي أيوة أنت عارف أنا ما بفهم في زوم الحاجات لكن أنا دوني هل بخلي الطاسات دي لوني أديني قروش وشوف دولي حيجيب لك شنو أجيب لنا شنو يا عادي الله ربي الله ربي يا أستاذ حجب لك يا محترم أبو الشباب هاي اللي عمر الطاس هذا المطلوب ويشحم الفصحاصة شفت كيف هاي ويمسح الكراسة الله علي اليمين علي اليمين بعض الجلطات دي كلها تشوف الفول تقول كراسة أحبك وأحب الجراسة الله ربي بس يا عادي بس يا عادي الله يكون دي بتاع المرة الفاتة المرة الفاتة تسميها محترم في حاجة جديدة أستاذة جديدة؟ أيوة داير قروش ورينا قريشاتك افتح الكيس قولي يا هادي راح عيد انت محظوظ يا عادي الله ربي بتطلب الدروس لما نقبض المياهية الخمسينات والحاجات بتدي يا الله يا كريم عادلة عادلة يا عدال اتفضل عادلة يا عدال وديها بدال تسمي يا اخوي اضربوا كل نفسكم فيه يا عادي والله العظيم ما تحرموا نفسكم من حاجة ما دام الباقي يا سيد خليه معاكم كنت قاعد يا محترم بتعمل شنو زمان بقى يا اخوي؟ ليه يا بنت تجيب لك واحدة بس؟ شوف يا عادي تجيب واحدة تجيب اثنين عجبكم ما عجبكم تدوري قروشي لا 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 في قروشك كيفين ما عرفنا قصرنا يا اخوي ما اخذنا منك ما تعالينا يا عادي احكي يا سيدة ايش دول عملتوا فين مع البيت؟ البيت يا اسطى اثارة البيت بالذات انت مالك دعوة بها البيت يا سيدة يا اخوي البيت ايه؟ البيت البيجاية الموظفة الجديدة ايوه عصورة جديدة دي ولا سنية حفظ عليك يا عادي والله خجلتني لا عصورة جديدة ولا حاجة أفكارك بقت سريعة اليومين دول يعني يا أخوي أنت الأفكارك في الملاك طيب كوكي دي تعباك دي كوكي ليه لسه ما يلي يا جماعة هنين ما نصل جماعة صعبة يا أخوي هاي سريعة سريعة عديلة طيب ما أرسل قراسة ما قالوا يشدوا ولا حاجة يعني أحسنوا يعني هاي عديلة يا سيد يعني لو قالوا يشوف أنا موجود يعني وبعدين يسميتوا لي أي بخلي الطاسات لي خلاص يعني عديلة سب يا أخوي الولد الثاني قصدك انت ما عارف حكايه الولد ده مالكم الولد ده مسكين عنده انفصام في شخصيه معقول ايوه مره يبقى كويس ومره يبقى زي ولاد الشوارع عليك الله ايوه كده مسكين فين المسكين يا حسب الله
ايوه يا سيدنا. شنو انت ما بتجي الا ناديك حسبه؟ زوجتك في البيت بتناديك حسبه ولا شنو يا صاحبي؟ جيب لنا الاثنين شاي. شاي ولا قهوه؟ يا حسب الله انت هتشتغل لي شريك مخالف؟ ما هنا قلنا لك جيب قهوه، قلت القهوه مضره وبالصحه. هنا هنشرب قهوه يا حسب الله؟ تعال يا حسب الله. جيب لي اثنين شاي وخليك بطيء جدا. ثواني اجيب لك. ثواني. في كهرباء في البوفيه؟ ما في. اعمل لنا اثنين عصير ليمون بالخلاط. ارمش لي القهوه. اتصرف يا. ايوه يا عايز. لكن قول لي هبطت المره الجايه من المكان؟ صاحبي ده المره الجايه من 7 سنين من ايام ما كنا في السجن. في الصين يا اخو في الصين. المهم اخبار الشغل كيف؟ الحمد لله. الحمد لله. يبقى قلبي مع عمران بالإمام بالمسيح. غريبة يا بنت حاجة. أنا كنت مرات يعني بشوف إنك في الكنيسة. أنا ما أبو شماس يعني. أبو شماس في الكنيسة بس. المهم عرفتي عبد الله شنو؟ كلمة ربنا يعمل لك الخير. الليلة؟ كلمة حارة. صراحة ما أقدر أوعدك إنه أقدر أكلمها الليلة. لا تحاولي بقدر المستطاع إنك تكلميها الليلة. ما حد فايق. يا حسب الله. يا حسب الله. صباح الخير يا حسب الله. إن شاء الله تكون مشيت مستوصف. الحمد لله مشيت مستوصف. والبيت بيت كويس كمان بقيت تمشي جامعة. الحمد لله. ولا بنتي عايزة حاجة؟ طبعا دايرة. دايرة موية بسرعة. أحسن أنت تكون تخشلي مكتب لازم تعملي لي حكايات في منطقة ثلاثة. الله يسامحك يا مريم. طيب ايوه مقدير حتبطل ممكن تاسجي ليش يا اسراء؟ انتي ايش انا عارفه مع حسب الله؟ انا ارجوك انا اللي ما داير اي مواعيد وانا بديك مواعيد؟ انا بوريكي واثبت ادله انك تحترم الراجل قبل ابونا انا حسب الله انت بنات كذا يعني احنا لازم نحترمه انا اللي بعرف عن حسب الله بتاعكم ده انه ساعد الشركه هنا وبس في المنطقه الخريطه عشان هو ساعد كمان يحترمه كده مش كل شيء هو انسان انسان كبير في السن احنا لازم نحترمه غير كده الكتاب المقدس بيقول اكرموا الشيخ
وما من أشهر تقل الوصية المكتوبة في كتاب المقدس دي وصية قديمة قديمة؟ أيوة قديمة العالم خلص تحضر وبقيت فيه متغيرات كثيرة جدا زي شنو يعني؟ زي الحضارة والمدنية والتكنولوجيا هي الكتاب المقدس بتاعكم بيواكب العملية دي؟ يعني انت جايبين كتاب مقدس يواكب التطور؟ يعني مثلا بولس الرسول يخترع لكم بيوت او سجاره عربيه؟ انا ما قلت كده. يا ناس حب ربكم الكتاب المقدس اعظم كتاب كتب حتى الان لانه مكتب عدل ومطلق انسان هو رساله الله المكتوب للانسان في اي مكان في اي وقت وانتوا دايرين كتاب مقدس ويكون متحضر عشان يهدي الافراد اللي ما حد يعلم بيها غير ربنا للاسف ما عارفين الكتاب المقدس تابع لي كمان علمي مين مكتشف الأرض والمهجرة؟ كولومبوس طبعاً دي عايزة كلام قبل 700 سنة من ميلاد السيد المسيح قال أشياء النبي عن الله الشالس على كرة الأرض وسكانها كالجنة الشالس على كرة الأرض يعني أشياء النبي هو أول واحد قال إن الأرض كرة مش كولومبوس بتاعي ده طيب وين بيتحدث؟ دي ما سمعتيه بيقول ماشي المدير؟ تفضل يا مريم هذا حيدا؟ شكرا عارفة يا هلا؟ أنا لي أسبوعين اثنين بس في الشركة دي مستثمر حد رجعني بين مصطفى تحت التمرين لمساعدة رئيس قسم الحسابات ما عارفة ده ليه؟ صدقي ما عارفة صراحة أنا عارفة لما تتكلم في شنو؟ مريم أنت تعتبرين زي أختي؟ طبعا يا هناء تتكلم بسرعة أختي في شنو؟ لا ما تفكر في حاجة بس أصدق صراحة مدحت كان كلمني كلمني شنو؟ مدحت صار في يعني قصدك أيوه مدحت داير يتزوجي ويكمل معاكم في الحياة دي أصرف نكتة سمعتها في حياتي نكتة؟ ليه بتقولي كده؟ دي طبيعة الحياة يا مريم انت يا هلا تتكلم بالنيابة عنه؟ ايوه يا شنو؟ كيف يا شنو؟ انت نسيت اشكال اصحابه؟ ده كل يوم كان يقول صاحب شكله اشكال متخوف بس ده بس كافي عشان ترفضيه صحيح مضحك اذا كان له عيوبه لكن ممكن يتطلع باين عليكي نسيت صاحبه بتاع المرة اللي فاتت كان عامل دورة الشوارع ما بالضروري اذا كان صاحب له واحد لازم يبقى زيه لا لازم يكون زيه وبعدين يا هلا مضحك كان عنده غير ماهيته ما عندك غير ماهيته؟ ممكن عرفت كيف؟ الجواب واضح من عينهم ايوه يعني المشكله بقت مشكله قروش لا يا هناء المشكله مشكله قروش واخلاق كمان لكن بيني وبينك القروش اهم شيء في الزمن ده ليه؟ انا عشت حياتي حرمان طويل ماما مستعده اني احرم نفسي لساعات الدنيا اكثر من كده بس ده ماما انتي انسان عاقله متعلمه زيي كويس استاذ مدحت ممكن اعرف انه قال انه انا ممكن اعرف انه مسيح واحد زيك مريم انا انت شنو؟ انت لازم تعرف انك انت مرفوض عارف شنو معنى الكلمه دي؟ شو معنى سايره فينا؟ عشان تعرف انا ليه من الاول كنت رافض اكلمك وشو حصل؟ انا لو كنت بتعرف وشنو حصل؟ تعرف؟ صاحبك عنا فرجة بيت مشاكل؟ عادي أي فرجة مشاكل في غيابه لكن آخر مرة شو نعمل مع المدير؟ ومنو قال لكم إن عادي ده صاحبي؟ وأي واحد يقول لي مين يبقى من أصحابي؟ ومنو؟ تواد من أولاد جيراننا كان جاي يسترق مني قروش طب إذا كان كده ما تحاول تفهمه أنت ما شايفاه ما فايقت عليك وشي؟ العنب ما في غير حل واحد أكلم لنا عادي لفهيمة تكلم عادي؟ أيوة عادي بعد الموقف اللي عملته ما حيرضي يسمحوا لي يدخل الشركة أنا هدخل وعادي أنا ماشي على وين؟ أكلم لنا عادي نخليها بكرة؟ لا هسا عادي بيكم ما بعيد 10 دقايق وعفوني نعم انا من الليله اخر تعبان شويه ايه
يعني انت مش هتفكر انا بتي هم لاحظوا حاجه غريبه في بدايه الشغل حاجه غريبه ليش كانت تتغير؟ ما تصرفاتك كده ما تصرفاتك ليه بتقول كده؟ انت يا ولد ما عارف لكن احساس انا حتى بقى ما يكون علشان هي زعلتك المره لا 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 انا بتي ما تفهمني غلط مريم من لو غلطت فيني الله يسامحها وانا ده اللي سامحها انت انسان مبارك انت ما سمعت الايه بتقول حبوا بعضكم بعضا المحبة هي أساس المسيحية بدون محبة الدنيا تبقى صعبة تأكيد طب أنا شغل وراي شغل نسيت أنا بدي نعم أنا المدير كان عادي حاضر الشيء معك يا علي علي يا علي غير ده رحمة وما يعرفين يا ابني على الدارك الله في حالة تقول لي يا أخي خلاص يا علي خلاص شنو زي ما فهمتك واتفقنا ووريتك زي ما فهمتك اتفقنا ووريتك عملت عليك اليمين دي يا أخي عليك الله ما تختشي يا أخي يا أخي بيتهي عليك تختشي جايبين من المستلقات يا أخي مع الجماعة مخلي الطاسة دينا أنا عارفها طافية ولا منورة لا طافية علشان تقول لي اتفقنا واتفقنا كده ساكت وريني في الاول هتدفع كم شنو يا عادي ده انت ما بتاخد من لك زول مجانا ايوه مجانا والله ضحكتني ومجانا ليه ان شاء الله عشان احنا اصحاب سلامات يا اصحاب واصحاب يعني انت هسه لكن وقت فاكر ما كنا اصحاب مش كريم يا عادي الصحوبية ما قروش الصحوبية مشاركة الدنيا دي أفضل قروش على سنتين الدنيا دي أفضل قروش بدون القروش ما تسوى حاجة هي بطريقوك يا عزيز ده مفهوم خاطئ ده مفهوم خاطئ وشو المفهوم الصحيح يا سيد الدنيا دي أفضل غابة أيوة علشان تعيش تصطاد فيها لازم سلاحك يكون القروش القروش وبس الغريبة عندك كلام بيدير انك انت زول فاهم انت ما تشوف بهدلت يا اخي انا الدنيا دي يا عزيز يا مانا ما دعكت لي داعي وبعدين غير كده دي اربع زيت كل الصيدلة ولا انت ناس ده كله عشان خاطر ما تشوف الدنيا جميلة وحلوة يا عارف جميلة وحلوة جميلة وحلوة ده في نظرك انت لكن انا أنت عارف كل حاجة ليه ما تحاول تشتغل يا عارف؟ اشتغل ويا بزرطة حيبنا شغل ليه واحد بالمنظر المقطع ده وبعدين تسيبك من ده كله أنا ذاتي قادر اشتغل داعي الواحد يقول لي أعمل وسوي وشيلتي ما تعرف توديها وين غير عارف أوان أوان كده أنا مالك ما أعمل فيه مزاجي ما بزرطة يقول لي تفتلات بس الدنيا فيها الكويسين وفيها الكعبين الدنيا دي كئيبة ومملة والناس فيها دين كلهم بآخر واحد زي دي لها تقابه مالك انت لينا مصيبة يا اخي والله انا تعبان انت كيف انا تعبان بس هذا هنتكلم يا اخي يا عادي خليش لو اتصل داير كم الله يفتح عليك قلت لي داير كم شوف انت بقى جواز لما زي كلا زي دي تكلفك كم 20 جنيه وانت بقى تفشفش الكلوة الباقي لي تفشفش شوف يا عزيزي انت عارف مع ان انا كنت قاعد مع الجماعة جبت انا منهم تلاقي هسه يا الله مسخ انا قاعد هناك 24 ساعة تصدير شديد لا شغلة ولا مشغلة ما عاد الجمعة والعطلات الاسبوع بس يا سيدي انت الظاهر الكلام معك ما جاي نتيجة شكرا على السلام عليكم يا عادي يا عادي جينا نتكلم بنتفاهم انت كمان يا اخي ما تقول كلام نتفق بيه يا يابا 20 جنيه 20 جنيه ولا الطاسة دي ما بتظبط يا اخي ما تقول كلام زي الناس طيب سعادتك دايما الله يفتح عليك وعلى بيت الجنب كله ما كشور حط رجعون ثاني شفت يا اخي قلت لي سعادتك تركم الحقيقة دولي أبي خلي الطاسة لولي ما طماع إطلاق داير لي ميتر ميتر شنو؟ مية
هي شريعة. لا تبدو عبيط ولا تستعبط علي يا أخي، ولست جديد في الشغلانية دي. هتكون 100 شنو يعني؟ 100 مليم ولا 100 كبش؟ 100 جنيه؟ جنيه؟ ايوه. انت تدفع منها يا عادي لانك لو دخلت فيها هتبوظك. الله ربي ده نوع انا هبوظ. ايوه. يعني يا سعادتك انت كده مستغني عن خدمات دول. تتوكل على الله طوال. يعني انا من دربي كده متوكل على الله، ما عندك معاك اي شغل. 60 جنيه. يا دول عادي. توكلنا على الله. بس يا متعب نجدت الكلام ده مجيد يا اخوي نجدته. يعني انا من تربية دي بتوكل على الله طوالي، ما عندك مع اي رجع بالظبط. يعني كده تعالى خلي مسؤولين. مع السلامة. توكل على الله عادي. توكل يعني متوكل. اه شاورت شاورت 100 100 100. اركب الصلاة انا يا سيدي. اركب عجلتي. اركب عجلتي يعني يعني الله الله يا كريم. الله ما قلنا الكلام ده يا عادي. انت عيبك انسان عصبي. ما قلنا الكلام ده احنا من جيبك. انت انسان عصبي ما تفهم. تعبتك فيها يا اخي معاه. تعبتك فيها يا اخي. تعبت والله وجننتني. بس انا ما اعرف اعمل ليش يا اخي. انت داير المدري. اروح كرفست. كرفست ليش؟ كرفست يا ابني اللي اتفقنا عليها انت. خلاص خلاص ما كرفستش. والكبده كيش. يا ابو طالما انا كنت لقيت منك. إنه خمسينات والأنفاس دي مما كنا نشوفها صغار قدر ما تضبط معايا يا أخوي. أدينا المية خلينا أقوم أتوكل أمشي. خلاص المية بالذات. أدينا تب. أدينا 50 مقدم و50 قصدي بعد ما أثني عليك. يا عادي صيغة ما في؟ يا أخي عيب عيب والله. أنت كلامك الفاضي ده كلامك شنو؟ الثقة فيك متوفرة يا أخي. إحنا بعدنا أصحاب. لكن المشكلة وين؟ المشكلة يا زيد في الثوب ده لو حبب حب شديد وجعلك ليه مدة. أنا إحنا نعمل شنو؟ التقليد بطير علينا يعني التقليد علينا. احكي يباين عليها يا اخوي ما لعبه من لعباتك اللي نعرف عنك. يباين عليها جد يا اخوي. وانت مزايلك شنو يا زعلان؟ لا زعلان ولا فلكان. دايت بعينين تعافيه كده. بس يعني انا شايف انه البيت يا اخوي عاديه شكلها ما يدل على انها ولا باين يا اخوي. ابوها من نوع المليان. ابوها ميت وغير كده كان موظف على المعاش. هو كده كده انت داير شنو يا انا تعبت يا عادي ودار التحليه ومين وداير ارتاح. الله لينا نحن يا العزاب ناكل ننسى اكيد لحد ما الله يغفر لينا. ده كان غفر لينا يا اخي. وانت المانع شنو انت براك؟ بعد ما حدمت كل أحلام سنين سنين بنحلم بنيناها بصور وجات في الآخر ثابتين. تعرف ثابتين ليه؟ مش عشان علمي ولا شهادتي، عشان ما عندي سلاح قوش قالت لي بكل بساطة بصور. عشان تعرف يا عزيزي إن الزمن ده المجروش لازم يكون مرفوض. لازم يكون مرفوض. تسمع؟ عشان كده انا عايزك تخليك حكيم وتفكر كويس وما يحصل لك اللي حصل لي. وبرضه تقول لي ممكن وليه ما ممكن؟ ما تحاول تقنعني. كان فاضي سنه واحده متخرج وحصل حصل. ده جسم ونصيب. ما في حاجه اسمها جسم ونصيب. بيضحكوا عليكم. في حاجة اسمها شوكشة. وانا اتشوكشت يا عزيزي. اتشوكشت يا بيت حاجة. هذا سيدة موضوع الشواكيش والمسامير اللي ما جايبة غرضة دي. خلينا في موضوع دي. انت عدو ليش نو؟ يا دول قلت لك انا وعبت لك فرمان قد ودى. وطلع لك بيانات ماني عدد. انه انا دولي هل بخلف طاسة لولي. وبعدين بالمناسبة انا موضوع ده استفرغت ليه واستفرغت
مين؟ ايه على الماتش ده؟ بس الحقيقه يعني موضوع شعبيه شويه. انت فاكر يا مدحت انك هتكون دول صالح لجدي؟ طيب فكرني يا عم انت نادي انا حاجه في الشركه دي مغرور من يومك. اسمع اقول لك يا عزيز انه زواجي دي فاشلة وهتاخد شاكوش اكبر من شاكوش. يا الله سيبك من فلسفتك عشان الجماعه جايين. انت هتبيع شنو؟ انت هتقول لي شنو؟ يا اخي انا قلت لك في مخ في مخ. بتصير في شنو انت يا اخوي؟ بتصير في شنو يا محترم؟ الريحه دي رشاشه؟ وحياتك دي جزازه. والله انا ما عارف انت بتجيب لي الحته دي السود دي من وين؟ بس ما غيرنا الصرف. الله ربي يا عظيم يا عزيز يا جليل. طب انت قاعد ماشي فين يا قال مين بيقول لي انه انا اقنع ليه البيت دي انه عنده قروش. المشكله انه انا نفسي ما مقتنع بالان حقنع البيت دي. ولو كان المقتنع ما مقتنع بالاقناع اللي هو حيقنع بيه وانا غير مقتنع يبقى اساسا الموضوع حيكون فاشل. ولو كان فاشل يبقى لازم المقنع اللي هو انا يكون مقتنع بالكلام اللي حيقنع بيه البيت. ولو كان الاقناع الجاي مني انا من ناحيه البيت ما مقنع يبقى الموضوع حيكون فاشل. فاشل يا دوب. يا ضعيف من جهة الجواب يا دولي هتروح في 60,000 جنيه. بس انا مقتنع بحاجة واحدة انه انا ب50 جنيه دي مش اخلي مدحت عنده قروش ده انا اخلي ابوه جورج بوش ذاته. يا صاحبي الظاهر على جماعة الزين تقيل التلاجة دي يعني بس انا اطبخ لهم. قلت يا كيفين نعمل بالقروش اللي اخذناها ايه حديها بيه جاي. قلت كيف يا صاحبي؟ يعني يا ولد يا جيلي تديها لي البنت وتديها لي البتاع الحبيشة بتاعتك. الله ربي يا ولد يا دولي الله ربي. والله العظيم يا دولي عديلك يا عديلك عديلك طب يا ظلم عندك عوية شكرا الله. وبعدين يا سيد انا ما عندنا ما رزق الهبل على المجانين وانا مالي يا ابني ولا 50 معايا هم ذا هاتيهم. لا تقولوا ذا بالشام. أي هم. وذا جاوش منهم. معاك. بس ما ملاحظة إنه مغير شوية. إحنا مالنا دعوة بالخليل أتحنى. يلا يا ودي يا دولي جماعة الجو. أديهم. الله ربي. الله ربي يا عزيزي. الله يا عديلة تب. عديلة تب. ما قصرت. الأستاذ مدحت جابي فين؟ ما أعرفه. قول لك أنا سكرتيته ولا كنت سكرتيته؟ لا الحقيقة أنا كنت داير بس في موضوع مهم شوية. أصله الحقيقة الموضوع موضوع حياة أو موت. حياة أو موت؟ أيوة يا أبو. مين مش نصف يا فتيرة؟ أصل أنا داير لي دواء وما بيزور يقدر يديني إلا الأستاذ مدحت بس. طب كيف ومين حتى عندنا حاجة؟ الأستاذ مدحت الله يعمل بيته زي ما معمل ضيوفنا. أصله داخل ليه في مشاريع كثيرة كده وشركات مفتوحة. أنا ذاتي ما فاهمني دي مساعدة المساكين والخضرة هم المشاريع دي كلها على قدمي. وأنت معلومة للمساكين؟ سؤال ذكي. الحقيقة إنه الأستاذ مدحت قاعد يفكر يا هالترى يا هالترى يعمل شنو المزاعة المساكين والخضرة. عمل كل المشروعات الممكنة واللازمة لتغطية جميع المساحات الفقيرة. فقاعد يفكر فالقى بالآخر إنه في فقراء وغلابة كتار بيموتوا وما عندهم حق ال حق الدواء. ففكر وقال ثلاثين ومع ثلاثة كده ما مفهومين إنه يوصلوا الدواء للمساكين اللي ما عندهم حق الدواء. وكيف حيشتروا الدواء ولا صيادلة ولا حاجة؟ ولا بس في محله. الحقيقة إنه الثلاثة دخلوا معاه في الموضوع اللي أنا ما فاهمه ده هم صيادلة وبيصرفوا الدواء للمساكين. غريب. هاي. اول مره اسمع مشروع بالشكل ده. لكن قول لي اتفضلي هو من جاب القروش من وين؟ الله يبدا عليك والله الا يبدا عليك. قلت لي جاب الموضوع جاب القروش من وين؟ انا اقول لك يا فضل الموضوع يعني اصله الاستاذ مدحت
هو الممول للمشروع ده كله. مدحت هو الممول؟ ايوه يا استاذ ايوه. طيب ما جاوبت لسه على السؤال. اتفضلي. جاب الجيوش من وين؟ برضه من سرة وديه الفيلم. اصله الاستاذ مدحت هو بكل الفخر. وين؟ وين؟ من منى؟ دخلت النار عديل. وارث يا ابوه وفوق ده كله وارث له مزرعه يا ابو الطلق. مزرعة يجري فيها خيل يومين ما يجيبوا حتى مزرعة ببقرة. خلفت مبدئيا تقديرات تسافية بأربعة 4.5 مليون فور وزراعي. انت كنت وارث من منو؟ من ابوه يا ابو. 4.5 مليون ببقرة. متأكد؟ ان شاء الله معلومات اكيده صحيحه ما فيها شك. ايوه شاور نفسك. يا ريت لو قلت لك معلومات اكيده. اصل الصراحه أيوة. انا اعرف ابو مدحت عادي ما كان عنده اي حاجه من الكلام اللي بتقوله دايما. والله ايوه والله انت ابوك يا مدحت يا مكسر يا ابوك ما تديش كلمه. لا لا في حاجه يا استاذ. بسم الله عليك الله في المشكله دي حتى يا بني. لا ما في مشكله يا انسه. اكتب في يوم وفاه ابو مدحت جات الورثة. قول لي يا ولد من وين برضه مش كده؟ من عمه. عمه أبو أبوه شقيقه. أصله كان راجل مهاجر من زمان لبلد بيقول ليها اشتري يا ولد يا دولي. بيقول ليها اشتري يا ولد يا دولي. البلد غلبت البرازيل 1-0. السويد العاصمة النرويج. خلاص. اتوكلي. خلاص. انت ازاي يا اخوي باين عليك ده انت ابو البروسي. سنعديني المفتاح. المفتاح شنو؟ مفتاح الدواء. الدواء
الابراج الحاجه الكبيره ده الابراج شو مفتاح شقيه عادي يا دايم مفتاح البيت خلاص التليفون بتاعك انت دايم مفتاح البيت عادي يا شباب انت مسؤول عن نفسك يا اخويا انا مسؤول عن اي حاجه يا عادي انت في حاجه ما عارفها اللي هي انا جاري جديد اسمه فوزي يا اخويا انا عندي جاري جاري معلم جاري حصان جاري معلويه هو جاي بتاعك انا مالي ومالي اخو جيرانك ما في فوزي وما فوزي ده كمان معروف اخو بموضوعنا ده فوزي بيلعب كاراتيه ومصارعه وتابون ده فوزي ايوه طب وده اخو مش سامع موضوعنا برضه جايين في الكلام ومبارك اها قاعد لك انا ويهاب صح عديله طب عندي تمشي الله ربي اذا جت ثاني كيف النوم واجي معي قدام البيت بيهزر معي بيونس معي عدى علينا فوزي عديله بيلعب التلفون طول الجمباز اي اها يا حبيبي فوزي جماعتي صاحبك المتمتم قال لي ازيك يا فوزي الله ربي وبعدين يا اخو وبعدها كله لما جه ماشي قدام البيت قلده في المشي ده صاحبنا التمتام ايوه قال لك فوزي صاحبنا بتاع الجمبال في المشي بتاعك ايوه وبعدين تعرف صاحبنا فوزي تلفت لنا عديله لطشنا لطشكم كفتكم شلتنا تعمل انت ليش انت عديل تكفي شلتك بلطش وبعدين يا اخوي يعني ده كل الكباسيبه دي عشان بس التمتام قلده في المشيه يا ريت أه. انا تريد عارف قال لنا مش قلدناه في المشيه أه. قلدناه كمان في التمتام الله ربي يعني صاحبنا فوزي التمتام يا اخوي ايوه تعمل حسابك ذكر انا اخش البيت يا عادل واجيب لي قدام الباب كده ما داري يدخلني يا عادل وانت داري تخش بيتنا انا نفسي اخش بيتنا حسرتي عليك يا متحرك يا اخوي اسمع موضوع الدم حلو عندي انا كيف سببه قلت لك انه انا دولي بخلي طاسه وطاسه البلد دي كلها لولي فوزي ولا في غيره يا جد فوزي انت عندك الفوزي ولا في غيره فوزي فوزي بيلعب التاخد دوت يوم باص خد طريقنا فوزي يديني لك كفين اموت انا يخش في السجن اخش انا بيتنا شفت كيف يا حبيبتي شفت كيف يا محترم انت كيف يا حبيبتي انا قلت لك مين تمام احسن عضلات الحاجات المسيره دي ما سهله مين تمام وبعدين يا سيد انا قلت لك من زمان ان انا مفهوم جدا اديني المفتاح كمان باين ده يا اخوي هذا ما تشوفه ده المفتاح اي امسك مفتاح الكراكول يا ربي ده المفتاح مش كده يا زول عديله خلي بالك من البيت يا زول ما عندك مشكله عديله طب والله انا حظوظ يا كابتن ارجي ده متوكل على الله ماشي مع السلامه بالمناسبه يا محترم تحاول تسلم لي على الوالده ايوه احاول اسلم لك على الوالده بس وحيات والدك لما تجي وانت محاول تجي تزورنا حاول جيب لي معاك باب الله عشان انا احاول اديك السلام عليكم ورحمه الله يا استاذ عادي اتفضل يا استاذ سلام للوالده الله يرحمها بيك البلد ده تقديم مبدئي من دون بقى ألو أيوة يا محترم الدواء ما وصل المستوصف أيوة الدواء لازم يصل أي أنت مش معاك 270 ألف جنيه معاك 500 ألف جنيه تصرف أيوة معاك شيء معاك قلم أدي مليون لا تدي مليون وخلي بالك اسمي ما تذكره الضرائب لا عادية يا أخي 70 ألف شايف تنا 500 ألف لا بتجي مليون بجيب الشربات يا حسب الله ايوه انا اسفه علشان ما قلت تقولي تيجي بالسرعه دي اخلاقي بتحتم عليك كده طيب ممكن اسالك سؤال اي فضل اللي بيشوفك من اول مره وبيشوف تصرفاتك بيقول انك نجلو. انك انسان شرير وانت عارف الرحمه انا قاصد كده ايوه عشان اعمال الخير اللي انا بعملها ما في زول يحس بيها انت انسان نبي ومضحك أنيسة مريم أنا بكرر طلبي مرة ثانية فكري كويس وبعدين ردي عليك أنا هكون في انتظار ردي مدحت الحق ليش دوم صاحبك ليه دوم يا أخواني ما عندي أي طريقة
لكن كاس العالم ده
العالم يا اخوي الله العالم كما عندنا في عيد الجيل يا اخوان هاي عندي احساس غريب جدا احكي يا اخوي احساسك انت كمان حساس قالوا لي قال حساس بالانجليزي شنو قال لهم سنسيتيف قال لهم من حساس شنو قال لهم سنسيتيف شريتونا من قعدتكم دي لكن انا قاعد عندي حل الموضوع ده حلو مش انا تقولي انا بخلي الطاقه دي لولي حلو اقول لكم حلي شنو يا اخوانا انا نفسي بجيب لكم قروش قولوا لي كيفنا يا اخوانا بالله عليكم الله جنيه واحد بس بالله لو تقربتوا يا اخوانا عايزين لنا جنيه واحد بس ما قالين لنا جنيه واحد بس تبني بتاعها والحماقة تهديم بيدها
ولا مريم امشي الدور امشي الدور مريم صلي واكيد ربنا معك وحطيه حلقة في أطنين كده وحطيه حلقة في أطنين كده ليه؟
مريم مالي؟ ما أعرف، أنا ما أعرف أعمل تليفون شنو؟ أعمل تليفون؟ مش ليه بني؟ يعني أنت ما كنت أعرف اللي كنت تستغل؟ شنو؟ مهد؟ مالي؟ دي الحالة أنا؟ مدحت أنا من يوم ما دخلت البيت وقالوا لي قاعدة في من السر؟ أنا ما أعرف، ما أعرف وضعي في البيت أيام وضعك شنو؟ أنت في بيتي؟ أنا ما أعرف حالة، يا أنا؟ يا أنا بقول لك شو في حالة؟ مدحت وشو اللي تروح تستغل عم لي البيت زي النادي؟ أنا ما أعرف أحترف تفهمه ما أقول دي لي تعملي فيني كده حرام عليكي أنا يعني ما أعرف إنك أنت السبب أنا السبب شنو مدحت صاحب المزارع والملايين اللي ما يدوب معهيته طب وما يصير كلها كده ما تعمل كده هدي نفسك كده واحكي لي شو اللي حصل بالضبط مدحت يا نار انت فاتك زي زي واحد ولا حد اش كانت منظر ده مستحيل مستحيل يكون انسان صادق انا بعرف عن مدحت انه شاب زي كل الشباب افتكرت ان الزواج ممكن يصلح يعني انت ما بتعرفه لا زي كده مدحت كذب علينا كلنا والراجل انقتل عنده وعنده ما لك كبير ده كان المفروض يشتغل ممثل ولا حاجه طب لما تيجي تواجه انا انا ضربته مدحت انا اللي وريني انه شوف عنده ما تعرفش الفلوس بتاعتي اقنع فيهم بالهداوة يا مدحت ما كده تعالي شوفي تعالي شوفي مش كده فين كده الوحش ده نادي الشرب بتاعت المخدرات اللي هو فيها معقول معقول مدحت يكون في الصورة الوحشية دي ربنا معاك يا مدحت ربنا ربنا ما تعرفي خلاص شو خلاك تقولي كده حالي يا مريم يا مريم ربنا ما بيسيب اي انسان انتي اصلا في الايمان حتى الكتاب بيقول ادواني الفقر دي مش مفروض ما يجيش هذا عمره ربنا طبعا انت كان مش بعيد عني انت اللي بعيد عنه عمالي في شيء لكن هو موجود في اي مكان واي وقت انا ما اعرف الكلام ده انا اللي بعرفه عايز اخلص مدحت واي طريقه انت عامل شنو يعني؟ ما اعرف شوف لي حل زي مثلا نفترض ما شاء الله لا يفرقون يا هلا قال لي عايزة ومدحت أكثر من كده حطوه حمود معلش اتصلي وانت لازم تحميه انا بقول لك عايزة حل الحل هو اللي تؤمني بقدرة ربك وترمي كل كتابك عليه احاول اصلح مدحت اصلحه قولي كلام غير كده اسمعيني بس حاولي قولي لك كتاب ازاي يصلح معاش عمره كله على كده مستحيل يتصلح مستحيل ما تقولي كده يا مريم احكي لك ليه الصبر جود طمع الله كان اسمه انسان مقيت ربنا يستر 20 سنه وهي تصلي ما في يوم كانت مرة عظيمة كيف تصف وعد الله ليش ربنا يديم الصلاة جيب الإبرة حتى تقضي أول ما بتقضي ما في تنشر الإنسان وين أبا دي عظيمة وصاحب مين عظيمة عظيمة الجديدية لا يا لا قال ربنا يا بني احتمال حال إنسياتي مش مهم ما يقول بها ربنا قوة إيمان ما في تجربة كثيرة جدا عليك هدفع ثمنها من عمري ودمي دليل على دم محبة ربنا لي صحيح ربنا يهم مرة حتى الله محبة إذا كانوا هو يوصيل حتى بعض الأنبعض مش بس كده ووصيل حتى حتى كمان أعدائنا يا مريم انت شرف دي هي اللي توصل قلبي من رفاق الله صحيح انت شو بقار لكن انت توقف عليك انت لو عندك قرة ايمان انت تحاول مدحت الانسان اللي يتحطم كل حياتك انسان خوفك انا ما بعرف الكلام ده انا بعرف ان انت مش كل عارف تتحل باي طريقه يا مريم الدنيا الارض الكون اكثر من 10 ايام وخليني شوي صبر الكلام سهل لكن التنفيذ صعب فعلا يمكن علشان انا في موال نبدأ يمكن ربنا واعرف انا حس دقيق بالصلاة انت انا في ايمان انا في دم حالي الاثنين ليه ما انتحر اخلاقي قولي شنو انتحري ايوه انا عايزه مع ساق انا ما تبعش كل عذاب ساق شنو
مريم تستاهل معاملة أثبت من كده. مدحت كده كويس، أنت طبعا في التعامل.
أنا أنت ماشي في صحيح هتدمرك صعبة ديك لو ما عرفت إن أنا عندي قروش ما كانت تجيب لك تتزوجني صح ولا غلط؟ يعني العملية دي قام أيوة واحدة بواحدة ونبقى خالصين ودي حياتي أنا مبسوط فيها ميحة ما معقول انت لازم تغير يا ميت حبا لدرجه مش عايزهم يا ميت حبا مريم انا في حاجه عايز اقولها ليك اني انا ايام كريستيان يا سلام كويس خالص فاكر يا شباب لكن وجالك المسيحيه ايه؟ المسيحيه فعلا أنه من عنده معلم فهذا تعطيه في ملكوت الله أنا بقول نقفل المناقشة بالنسبة لا مدحت أنت لا تتفجع في ربك لا تتفجع في مشروع ربك أما مجلس المستهدئين فلا تجلس فيه إفاية أنا لا مدفع الرسول بيقول أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيحين وأسمى المسيحين نقفل المناقشة يا خير ليك يا أرشوك يا ميتحة هذا من دخل أكثر من كده يا ميتحة طيب كويس اتفضل يا ميتحة كده السلام ممكن تنادي مريم على شو أنا أنادي مريم ليه؟ خليفة ما تفتح الشباك طيب الباب مفتوح اتفضل ميتحة الشيطان كده هيدمرك كويس ما بطل اتفضل السلام كويس حالي تعالي ويا ريت قبل السلامين مسكين القاعدة الدولية بياضة عليها المزاج كله وعاملين فيها الزيت في فيزا فلويت انا انت مرقت من جوش شو قصتك علي شوية انت شو مالحصل شنو انت لو بتموتي ما تكسري كلمة من الكلام يا ميتحاج انت بتعملني كده ليه لانك تبتعني المعاملة دي يا ميتحاج ما كده خلاص جوردن منو؟ بقول لك جوردن منو؟ وين ما نقرأ؟ الجوردن كيف شنو؟ أنا لو عارف بقرأ ما أقول لك المهم ده جواب من المدير ده شنو؟ في واحد مهم هيجيني هنا ده شنو كمان؟ بمناسبة اسمه حسام وبعدين انت ما تحكي معايا مدحت انت بتعملي كأني هنجر كأني كمان لأنك انت بتفتعلي المعاملة دي مدحت ليه ما كده؟ خلاص خلاص بمناسبة ده شنو اللي عملتيه مع دكتور عادل؟ طردته طردتيه؟ أيوه وصيبتك منوطة تردين وصيبتي صحبة البيت صحبة البيت تعرفي تلك وانت فاكرة ان ده بيتي فاكرة ببيتي انا وانت هنا في خدمتي وبيت انا ماشي لما يجي الراجل ده ما تطردين ده لو طردتين اشيلي شنطة في الطوالة ها انا ماشي اشوف عادي المسكين ده يكون عامل في نفسه مصيبة ولا حاجة عادي الإنسان حساس تطرد يا عادل يا مريم عادل ده بينطرد عادل ده بس جروحي يا مريم أنا جايك يا عادل يا حبيبي يا عادل يا 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 عادل Thank you.
وكان معك بعيد؟ لا هو كان اسمه وزري وزري أرجوني ما أكون ضيف ثقيل عليك. ما في حاجة، لحتى هو كان متأمين لما تتأثر تمشي الدرين تواصل أنا أختم قابل بعد شركات وطرام استثمارية وحضرتك مريم بول زوجي العروسة يعني بإثمار وعيان زي ما بيقول زي ما بيقول ليه سلام البلد؟ لا بس أنا من البرازيل لا في برازيلية لا كنت انت يا ليه؟ قبلك اسمي ولغتي؟ ايوه انا كنت عايش هنا من 14 سنة بعدما جبت مع الوالد البرازيل وهناك خدت البرازيل. مريض اول مرة اعرف حياتي مدحت واصحاب من البرازيل لكن قول لي ايش كنت مشتو؟ الحقيقة انا ما كنت مدحت كلهم. ما كنت كلهم؟ انا صاحب الشركة شغلت مدحت. لكن انت تليه ما انت مدحت. مو ترام ده صحيح لكن اتابع عليك. كيف الكلام ده؟ ده موضوع طيب يا حنا عارفه انا كنت معاك ايوه حاجه معاك لا شكرا انا شايف بس حتاخر انت لا 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 مدام مريم ممكن نغربي شويه لغايه ما يجي تفضل براحتك حضرتك شغاله ولا ربط منزل كلك شغاله انا في ست الشغل ست الشغل ليه
أظن سمعتي ومستعي. تحضر الشنطة وفي ثواني. حاضر. ها؟ أي؟ أرجو أنك تاخذ بسرعة توصلك في طريقي. فأنت توكل على الله. أنا باخذ مواصلات العصر. ما في داعي للمريمات الطارة بعدين، أطلب بسرعة. سيد حسام، أنا همشي المطار وما معي أي مستندات. المستندات في العربية برا. العربية المرسيدس البرة دي؟ ايوه. اي؟ ما ناس عايشة وناس دايشة وناس مع الحمرة طايشة. طب خلصينا يا مريم ولا انت عاجيب الدولاب كله. اتفضل. هنزلك يا مدام. هنزلك ثواني يا سيد حسام. ثواني بعضه مع الفنان. انا راجع لك ثاني عشان اكمل كلامك. انا كلام القصه بيهمني. لا بيهمك وانت بالذات. انا بالذات. طيب انا مشيت. طيب خلي بالك من الحاجات دي. بمناسبة انا عارفك ما بتيجي تعيني في وشعادي. عادل عنده كرتونه هنا وبالدولاب تمشيها لهم. الكرتونه دي خطره. تعملوا حسابكم. أنا في قمة السعادة والفرحة والتفاؤل. قولي ليلي. قولي ليلي. عشان أنا مسافر وعرتاح من وشي في يومين. يا الله يبقوا سنتين. يا مسجد. موضوع. يهمني؟ حاولي تسمعيه. إنسان غريب جداً. لكن باين عليه غني. زي مدهر. حسام. شركة استثمارية. مش يمكن ده الأربع مليون ونص؟ غريبة. في إنسان في العالم ما بيعرف الله. باين عليه ما هو مش هيك حد جايبان الهنا. Bye.
لو سمحت يا مصطفى ممكن بس واحده من ده عشان من فوق ادبين دارينا يا اخي ما تعين ليه كده ذات والله بين علاجي ولا نوعنا ولا بتفهم ذلك. السلام عليكم ورحمه الله. انا مفكر على الله ما اجيب التعديل ده. نقول يا محترم السلام عليكم ورحمة الله. رد السلام يا أخي. رد السلام وما تجرحون بالساس. بعدين يا سيد الصوفة مع مصيف. يمكن لفوق ده الحبة نعمل سمان احنا بعد ذلك. السلام عليكم. وصلتوا بالسلامي؟ وصلتوا موضوع بالسلسي. لين أكمل معاكي كلامي؟ أنا عندي رسالة ونجمة وصلة. الموضوع عارف انا بتكلم فيه جبال. يا الموضوع. نسيتي ولا تتناسي؟ انا كلامك الفرق بس هو بيهمني. بنتناقش. نتناقش في انا شايف انك انت متحس ما متفاهمين. طبعا بيهمني. لما اكون بقدر اعمل حاجة وما اعملها بحس ان انا ما انسى. انا مفهوم ولا حاجة من كلامك الجديد ده. مدام مريم انت عايشة سعيدة مع مدحت؟ واضح ان انت سعيدة. جيت مدينة لازم اتبلغ. ما في حاجة اتبلغ هي بتعمل كتير. انا عندي حل. قولوا بسرعة. مدام مريم انت مسيحية؟ يا انت ما شايف اسم مريم وانا كل حاجة بسرعة اشترك انت مسيحية مسيحية اسمعيني وخلي نفسك كتاب بتاعك دي سيدي انا اسفيني دينك عملك الصوم تنزل كليه حتى عايشه انا مش مستويه حل واحد عشان تاخد من مدحت انا كتير المسيحيه ادينا الجديد بتاعي مبني على دخل من الطبيعه هي لا الانسان وهي مكملان من الفلاسفه بعدين حتى انك تمثل بالدنيا من جمال ومال ولف حول العالم انت كذاب انا كذاب ايوه انا واحد غلط مره واحده بس وما حدعني مره ثانيه اسمعيني يا مريم عمرك ما هتندم انا اتزوجت من حد وكفتها لا تخليني انا احط عواطف انت اللي كتبت العالم كله في مدحت الموظف عايزين كنت بعمل اكثر من كده افتكر الجواب يا ما في ناس ناس يا فلان لكن هما في الحديد زياد اسمعيني يا مريم هتعيشي ملكه في مملكتي هشوف العالم هتكوني اميره في قصري فكري يا مريم فكري واخد قرار براكي وان المذاعه الوادي خبيثه من مين ده مريم بنتو كفي كمي تاني من موقف التاكسي انت بتاعك انت كل حاجه يا هاني انت هتوصف انت اللي عايز تلوم من الجهد ده عادي انت بس افهم غلط يا ناسك بتفهمي ربع على انا بفهمه اه اصبح ليه هتكلم منها لا يا مريم استاذ عادل انسان فاهم ومتحفظ ما اقدر اتكلم منها الحقيقه الاستاذ عادل من ناحيه متحفظ هو متحفظ والاستاذ عادل يا محترم بيفهم حاجه واحده بس انت خلاص بتفرق يلا يا بنت ما
الله يبارك. بابا استنى شوية. استنى شوية. ليه مش ماما؟ ما أعرفه. لكن خايفة. الكلام ده معناه اسمها مريم. ما أعرفه. حتى. انت حتوي كبير في المعرفة. أفهم كده إن ده تراجع. لا. الكلام ده جديد يا مريم. أظن كانت دي رقبة. تخلص. على المهم أنا عملت اللي عليه وزيادة شوية. هذه كانت حاجة كنت عادي في القصر مش قرارة زي دي هذه كنت تفكر كويس لقد قرارت براءة فتارجو ونركون نركز سريع نمسح واحد أخر سلام قدام مش مرضي أخر روما في التطار يلا جابا هاي تأخيرك بس هاي كنا مجيوم بتاع مبارك تترين زمدي طوال دوستو اهلا اهلا الاستاذ صاحب الشركه اللي انت شغالين فوقها يا الموبايل كنت سالت منه جديد هو جاي من فين مريم زينو لا ارجوكي ارجوكي يا مريم صار طري نفسي هموتك مطرنا كلنا
بتري حتموت كيف يا بكره على طول بيقول
كل الذين يسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. السنودة هل المسيحية قول التصديق؟ هل تفهم عقلاني؟ المسيحية؟ المسيحية فهم عقلاني وفهم روحي، تجاوب عظيم جدا جدا. الناس بتفهم بحاجة مثل العقل. وهل من الله الخالق العظيم زي ما أنتم بتقولوا ده شيء تصدق العقل؟ هل المسيحية دين تصدق بالعقل؟ وليه؟ وليه ما يصدق العقل؟ إنه المثالية زيادة واللزوم، سيف التطبيق. شكرا. هوني. ما احنا معلمين. ما في اي فهم تنزل. يا زيد حسام لو الانسان عاش حياة نافعة وطارها على الارض بدون ما يكون في قلبه اي محبة لن يرى ملكوت الله. لن يرى ملكوت الله. ممكن تكلمني عن الله؟ اظنك ما محتاج.
اثبت لي وجود الله الخالق العظيم زي ما انت بتقول. ما انت بيع كلها بتعني عن وجود اله عظيم هو السبب في وجودها الا ان ما ورثنا اللي هو لكن ورثنا قدره وعدته. اذ معرفه الله ظاهره فيه لان الله اظهرها له لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته. برغم من الطبيعة ما زلت دورينا إلا ذات جوهره. علشان كده الكتاب المقدس بيقول هو ذا الله العظيم العرفه القدير العلم. في أشياء كثيرة جدا العقل البشري المحدود ما بيقدر يستوعبها، مع ده كله ما بيقدر ينكر وجوده. زي شنو؟ كل واحد فينا بتبدأ معلوماته من الطفولة سليمة جدا وبتزيد شوية شوية مع التعليم. سؤال بسيط يا شيخ حسام، هل انت بما وصلت له من علم بتعرف كل العلوم؟ بتعرف كل أسماء الكون؟ أرجوك كن صادق مع نفسك. ما كله؟ يعني مش هالبعض؟ طبعا. في المدرسة المدرسين بيدرسونا ويورونا بعض الدروس والعلوم المختلفة. لو في تنين ما قدر يستوعب أو يدرك وجود العلوم دي والدروس دي لما معناه أن العلوم والدروس دي غير موجودة. في كثير من الاكتشافات في الأجهزة الإلكترونية والحاسبات وأجهزة الذرة وأجهزة كثيرة جدا إحنا ما بنعرف كيف تشتغل ولا حتى كيف تصنع، ورغم ده كل ما ممكن ننكر وجودها. ده نتصور شو بالضبط؟ إذا كنا قادرين نقتنع أو ندرك وجود الله الخالق العظيم بعقولنا المحدودة، ظاهر حاجة ما هو مقارنة بينه وبينه في العلم والإدراك والمعرفة. إذا كنا ما قادرين نستوعب الخليقة، نقدر نستوعب الخالق؟ أنا ما مقتنع. يا زيك حسام، الكلام لسه في بدايته، أنت تقنعني وأنا أقنعك والكلام أخذ بعضه بيننا. لو شفت ممكن دول؟ ممكن بسرعة شوية، أنا ما أفضل. إن شاء الله. بنسمع كلنا عن حاجة اسمها الأثير اللي بتنقل الموجات الكهرومغناطيسية. أها، وما لدي كمان؟ عارف شنو؟ لا ما عارف. رقيقة جدا أرقى المستوى، صحيح بنحس بأثاره لكن ما بنشوفه، ورغم ده كله ممكن ينكر وجوده. أرى السماوات سمع أصابعك والقمر والنجوم التي كونتها، فأقول ما الإنسان حدثه؟ أكون كله دليل على وجود الله. لو الإنسان تأمل في جسمه حيلاقي جميع أعضاء جسمه ماشي بطريقة معينة. أنت شفت هل تشبه بالصدفة؟ طبعا لا، لأنه لازم يكون في إيد قديرة هي صنعة الإنسان. لسه مصرين إن الخالق هو الله؟ طبعا يا سيد حسام ما في أي شك في الكلام، ما في شك، لابد الله هو الخالق، لازم يكون الله هو الخالق. مستحيل مستحيل يكون يفكر بالصورة دي. أهو قدام مش نيرها زي الأواريح اللي زي ده، طالما جيب على نفس اللي هنا بتغيره ما بعيد إنه في البيت هو أظن دي من أخلاقي، كان؟ وأنت كنت دارت تأتي البيت وأدرى لسه في بداية طريق حياة؟ أنا هذا اللي كان يبيد، كنت هذا الخزر من الوحش كانت عايشة معه. ما فكرت موقف مثل حيكون كيف؟ كيف كنت لازمك من خلفي؟ كنت هتتصرف كيف؟ أنا حسام عاطف، أخذت نفسي مكان مدحت؟ مدحت ده حاجة وأنا حاجة تانية. ليه؟ شايف نفسك أحسن من الناس كلها؟ طبعًا، أنا الإنسان شركة ملايينين، هي سلاحي، هي سلاحي، يعني أنا إنسان محمي يا مريم، محمي. للأسف، أنت من الشواذ الشرد كثير جدًا جدًا عن قاعدة للأسف الشديد. برضه ما أشوفها السؤال اللي هو؟ كنت نفسك بكلمك، كنت هتصرف كيف؟ يعني قالي زي مستحيل يتعرض لموقف زي ده، مستحيل واحدة طرف تعيش مع واحد زيه، واللي ما أملك سامع يا مريم، واللي ما أملك تحت الرفع. شايف حد التالي كنت قاعد أمشي معاه؟ يا زي حسام، حسب كلامك بتقول قروشك وملايينك و لو كنت مت بعد عمري طويل، هل قروشك وملايينك هتقدر ترجع في الحياة مرة ثانية علشان تتمتع بها؟ أظن مستحيل، لأن الدنيا فانية، إليك حيكون في عالم ثاني، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أقول لك بيت شيء غير أخلاق، وليدوا هاي الربيع من العمل تصحي حضارة ومدنية، أخلاق ربيعة. لا سمحت، كل يوم حضارة ومدنية، كل يوم قاعدين بيتكلموا عن الحضارة المدنية. الحضارة المدنية هي شنو يا سادة؟ الحضارة المدنية، الحضارة المدنية هي إنه الإنسان يلبس أحسن الهدوم وأفخره، ويركب أحدث موديلات عربات، ويركب
بيتكم في فيلل وقصور. الحضارة المدنية ما كده يا سادة. الحضارة المدنية هو أن الإنسان يتحضر في تعامله مع أخيه الإنسان. يعامله منطلق أنه إنسان وممكن في يوم من الأيام الظروف تكون تخلص للمرية. الظروف تاخد في نفس الموقف. انت نفسك ما قاعد تتخيل او تتوقع ان انت ممكن تتخطف من فوق مدحت. للاسف يا سيد حسام انت بكده بتعترف انك انت بتدينا العمل ده. يا سيد حسام انت مش مؤسف ومحزن ما بيقبل اي عرف انساني نبيل. ما بيقبل. كفايه كده كفايه. صار عليك نسيت نفسك نسيت انت بتكلم منه. انا حسام عاطف صاحب اكبر شركات استثماريه. لو تتكلم معايا يا استاذ حاول تفتكر الفرق الرهيب اللي بيني وبينك يا استاذ شنوده. استاذ حسام لو في استاذ شنوده تعمل لي شنو؟ ما فعلا لو في انسان قرر الموت وفجاه ظهر انسان ثاني وحماه وفداه تدي شنو؟ واحد ما راح تدي شنو فمات. اقصد لك لو عاش ما راح اقصد لك لو عاش لو عاش لو عاش لو عاش حد يقول لي مامل حد حياتي لكن ده خلص شوف الموضوع نتكلم فيه. طب انت عارف من مات علشان انت عارف المسيح اللي انت ما بتؤمن بيه هو دلوقتي انت حبينا بتؤمن بيه. يا سلام ببساطة دي مش هو جاء علشانك علشان يموت بدالك. معقول معقول انا كنت همشي لك بريش تاني معقول انا كنت للدرجة دي كنت وين هالجوش الجروش اللي عملتها لي مالي عانا بالجروش مالي عانا بالجروش اللي تخلي الإنسان يصل للدرجة دي. لكن أرجع وأقول أنا برضو غلطانة وربنا الله سامع يا حسام الله وصلت لي التجربة دي عشان يعني كنت أعرف حقيقة وأعرف الصح من الغلط. لكن صدقوني ما أعرف غلطانة مين هدول السبب صدقيني مين هدول السبب مين هدول السبب مين هدول السبب ده الشيطان يا مين ده الشيطان دايما بيفتش على الضعيف علشان عارف انه ضعيف وعارف انه حلم على كلامه وللاسف انتوا متحسسوا ضعفاء عارفه ليه؟ عشان بيرضوا كتير جدا جدا عن الكنيسه كده. خلونا موضوعنا ده مات علشان كيف؟ قضية ادم وحواء. ادم وحواء لسه مؤمنين بالخرافات دي؟ قدامك شنو؟ مش الخرافات زي ما انت بتقول بتثبت كل يوم وبدليل قاطع ان حقيقي ما بتقبل اي مناقشه. انا رايي ان قصه ادم وحواء دي قصه خياليه بتغير جزاء عشان الموت. الجزاء صعب ما بيتناسب مع الوصيه وكمان ما بيتناسب مع الرحمه زي ما انتوا بتقولوا. الجزاء ما كان بسبب نوع الوصيه. الجزاء كان بسبب الفكرة الداخلية. قابل آدم وحواء محبة الله الفائقة الحدود ورعاية للإنسان بالجحود. العقوبة هي ثمرة طبيعية جدا للحق. يوميكي ميت أخرى المدرس مالي وحقي من عقوبة. يا سلام يعقوب الموت لأن الله ده الإنسان وصية قال لهم من جميع شجر الجنة تأكل أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها لأن يوم تأكل منها موتا تموت موتا تموت وده تحذير واضح للإنسان علشان ما يقتل. علشان كده أنت بالعذر أيها الإنسان. العجيب إن العقوبة وقعت للإنسان نجا منها. نجا منها؟ وكيف نجا منها؟ الله علشان رحمته علشان رحمته بالإنسان علشان ينفذ أحكام عدالته نفذ على نفسه نيابة على الإنسان. ما فهمت كلامك ده ما فهمت. الله كلي الرحمة كان لازم يرحم الإنسان ولأن ضابط كلي العدل كان لازم ينفذ أحكام عدالته بالإنسان. ما ملاحظ ان العدل يتعارض مع الرحمة؟ علشان كده اتجسد الله اخذ جسد الانسان ومات نيابة عنه. يا جماعة الموقف ده فكرني بقصة جميلة قريتها قبل كده ممكن نبعد عشان احكيها لك. تاني قصص تاني يا سيد حسام القصص والامثال والحاجات دي بتورينا حاجات وبتفهمنا حاجات علينا اثناء المناقشة ما بنقدر نفهمها. لو سمحت ممكن تقعد لو سمحت ارجوك. القصة بتقول
مرة كان في جارد. الجارد ده اللي كان ابنه ارتكب مخالفة قانونية. لما كان الأب ارتكب قاضي سيبوله ابنه عشان يحاكمه. عارف يا قلت الكتاب الأب حكم على ابنه بإيه؟ حكم على ابنه بإنه يدفع غرامه. الابن ما كان عنده أي فلوس عشان يدفع الغرامة دي. الأب طلع من جيبه عشان يبكي ابنه. طبعا هنا الرحمة ما بتتعارضش مع العدالة. انت لك حب أعظم من ده. لك حب أعظم من ده. فأي حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه نيابة عن أحبائه. ويزي المكينة عشان نتحاسب. أنا حوريك. طيب ماشي وين؟ هيدلوك على الطبيعة يا بتاع الطبيعة. مدفع عادي. تكلمتوا؟ عادي. شوفوا حصل لي. تقدر تساعد على الفرج؟ لا يا عادي. ليه؟ انا اضحك انا اوريك. ممكن اربط مصيري بمصير واحد زيك. قلتيها ولا ما قلتيها؟ قلتها لكن ما قلتها. لا يا جدعان
بحاجة المال أرض لكل الشعوب. أيوة يا مدام مريم، كانت حياتك المادة والمال وبس، وهذه النتيجة. ما تقدرها يخرب يا أخواني. لو سمحت ممكن تفتحوا كده؟ أرجوكم، إحنا نحاول ننسى كل الماضي، نحاول نفتح صفحة جديدة، صفحة بيضاء. أرجوكم بطلعي حاجة، الماضي ما ممكن يتنسي بسهولة. هو ما بي، هو فعلا ما بيتنسي، لكن بنتعلم منه. يا أخوان أنتوا دخلتوا تجربة كبيرة كبيرة جدا جدا، يا ريت تكونوا استفدتوا منه. إحنا كلنا استفدنا منها. يا ريت أنتوا تراجعوا حساباتكم من جديد. يا ريت. للأسف أنتوا ما نفذتكم على الرمل، وأدي كانت النتيجة ستخرج. أتمنى تعيدوها تاني، بس تكون على الطاقة، بس تكون متينة بتاعتها ميزة تحتها مهما جات من عواطف. أنا بعترف إن أنا غلطت، بس ما كانت تصل للدرجة دي. أنا برضه بعترف إني غلطانة، لأني ما قدرت أحتمل. بس أنت غلطتي في غلطة الطفر. في الموعد على الجبل في آية بتقول: إن غفرتم من الناس ذلاتهم يغفر لكم أبوكم السماء، ولم تغفروا لهم من حياتهم. إنه نحاول نسوي بداية جديدة. أنا ما أعرف، إحنا اتصرفنا كده كيف؟ عارفه يا مدام مريم، عشان سلمنا نفسنا من الشيطان. فعلا يا إخوان، عشان سلمنا نفسنا من الشيطان. وإنت يا عارف، لكن الحقيقة ما قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي قوي. يا أخوانا أنا غلطت، هم اعترف إن أنا غلطت، وظاهر إن أنا الحصل في كل، أنا السبب في الحصل ده كله. الحقيقة أنا مش فاهم إزاي حياتي مدمرة. أستاذ شنودة، فين كراسة الأفتوال؟ اتفضل. المبني على أساس ما سابق، تفتكر إنه ممكن يكتمل بعد ما يتأسس؟ احتمال. علشان يتأسس لازم يتحدد ويتبني من جديد على أساس سليم، مش كده برضو؟ وهل أنت أساسك ما سابق؟ وأنت شايف شنو؟ أنا شايف قلبي سابق، لكن تنقص تغذية الروح. يعني تفتكر ممكن أرجع عادي بتاع زمان؟ المسيحية أساسك وسابق يا أخوان. يا أخوان أنا عملت كل ما يطلب الله، هتكون أكثر من الأنكر والطعن. يا عادي، لو مسكت لك حبة بتاعت رمل وضعتها في المحيط، هيتأثر المحيط؟ أكيد لا. خطايانا هي حبة الرمل، والمحيط هو رحمة الله، والصليب هو الخلاص. غريب، شعور ما عارف اعبر عنه او اوصفه. خير يا استاذ فنودة، يا ما شفت لكم الكنيسة عشان اكلمكم في موضوع مدحت مريم. شفتكم مثل مترابطة متحابة، حسيت اني انسان ما مستحق اني ادخل المكان المقدس ده. جاني احساس اني شجرة صبار في وسط بستان مليان زهور ورياحين. رحمة ربنا واقعة يا عادل، والغفران دائم. يا اخوانا انا قلت لكم انا غلطان ومعترف ومتأسف بكل واحد فيكم، على كل كلمة او على كل اساءة اسئت عليكم، فارجوكم تسامحوا. شيء مزروع شوال بالمسيح. يعني سمحتيني، يعني سمحتونا كلكم. التسامح اساسا. اخوان انا اشكركم لانكم فتحتوا عيوننا لحياة كثيرة كنا بنتجاهلها. فعلا، وخلتونا نرجع حساباتنا، واحنا كلنا غلطنا ولازم كلنا نغفر لبعض. انتوا دخلتوا سجن مهيبة للاسف، وفي كل شاب وشابة ياخدوا حذرهم ياخدوا دروس عبر من اللي حصل عشان تاني ما تتكرر. ويا ريت اي انسان يشوف له خروف ضال ما يسيبه، يحاول معه بكل قوته وعزيمته انه يرجع لحظيره الايمان ويثبت قلبه. وعارفين منو اللي هيثبت قلوبنا يا ساده؟ الكنيسه يا ساده. ويا ريت
حل لأي مشكلة في الدنيا في الكتاب ده. يا ريت يا ريت يكون ده أساس البيت المسيحي. يا ريت بتفضل يا مدرب. الأخ رمسيس نعيم. الأخ عادل حبيب. خلاص كذب معلش يعني. الأخت أميرة عياد. الأخ عماد طوبيا. الأخت إيلين فيكتور. الأخ كامل إدوار. الأخ روني بطرس. الأخ عوض سعيد. أسمع ونحن مع الإخوة الذين شاركوا وهم الإخوة المخرجين. الأخ روماني بول. والأخ جون تادري. أما الأخ المجنون فهو يوحنا سليمان. وأما لا أما دلوقتي فيتكلم عن الإنسان اللي هو ألف هذه القصة وهو الأخ كامل إدوارد. ونشكر الشكر كل الشكر لأسرة المسرح القومي لمساهمتهم لنا بالإضاءة. الأخ عبد المنعم حبشي، ماهر الزتين، عبدين أحمد المصطفى، وعبصور أسامة تيجاني وذكر مرد. ونشكر أسرة المسرح القومي وعلى رأسهم الأستاذ محمد شريف علي مدير المسرح.